شبكة شام هناك. مساء الخير سيد ماجد. مساء الراحة سهيب. أهلا بك سيد ماجد، كيف تبدو الأوضاع في حلب وريف حلب كذلك؟ نعم، منذ نصف ساعة تقريبا ارتكب النظام المجرم مجزرة مروعة في بلدة حربل في ريف حلب الشمالي، راح ضحيتها حتى الآن 8 شهداء إضافة إلى عشرات الجرحى نتيجة القصف ببراميل التي ان تي على هذه البلدة التي تقع في ريف حلب الشمالي، مجزرة مروعة من سلسلة مجازر هذا النظام التي يرتكبها في مدينة حلب وفي سوريا على العموم. طبعا بالنسبة للأوضاع الميدانية أو العسكرية في مدينة حلب، أود التحدث بالتحديد مطار منغ العسكري ومطار كويرس، ايضا مطار النيرب. نعم. ما يزال ابطال الجيش الحر حتى الان يحاصرون مطار منغ العسكري. قام الجيش الحر بمحاولتين لاقتحام هذا المطار لكن لم تكن لا بالنجاح حتى الان، ان شاء الله في الثالثه ستكون ثابته باذن الله تعالى. ما تزال معارك عنيفه تجري في محيط هذا المطار، معارك كر وفار تجري بين الطرفين. استطاع الجيش الحر منتصف الليلة الماضية تدمير ثلاث مروحيات كانت رابضة على أرض المطار، إضافة إلى تدمير دبابة من نوع T-55. ننتقل لمطار كويرس العسكري. طبعا هذا المطار هو مطار ضخم، يعني ثاني أكبر مطارات مدينة حلب بعد مطار حلب الدولي. أيضا هذا المطار محاصر بشكل كامل، الجيش الحر يقوم باستهداف هذا المطار على مدار الساعة بصواريخ محليه الصنع، أيضا بقذائف الهاون وبعض الأسلحة المصنعة محليا. نعم. إضافة إلى مطار النيرب العسكري، طبعا هذا المطار أيضا هو تحت نيران الجيش الحر، يعني لن نقول انه محاصر بشكل كامل ولكن على العموم هو تحت نيران الجيش الحر، ايضا يقوم باستهدافه بقذائف الهاون وصواريخ محليه الصنع. بالنسبه الى ريف حلب الغربي، ايضا ما تزال الاشتباكات مستمره في محيط مدرسه الشرطه بعد سيطره الجيش الحر على عده مباني محيطه بهذه المدرسه. حتى الان معارك عنيفه تجري في تلك المنطقه في محاوله الجيش الحر السيطره على مدرسه الشرطه والتقدم نحو حلب او بوابه مدخل حلب كما سماها أبطال الجيش الحر، معركة تحرير أبواب مدينة حلب للتقدم نحو الحمدانية وحي الراموسة، هذه المنطقة التي تعتبر الثقل الأمني والعسكري لهذا النظام. أيضا تجري معارك من نوع آخر ولكن يعني هي مهمة جدا في ريف حلب الشرقي عند منطقة. نعم. طيب، يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد ماجد عبد النور. عموما هو أجمل لنا أهم الأحداث في العسكرية طبعا في المطار.